كيف نزور الإمام الحسين عليه السلام بحيث يوصلنا إلى هذه المرتبة؟ هناك 5 مقامات. التفتوا إخواني، نحتاج إلى وقفات حسينية ولائية عند زيارة الإمام الحسين عليه السلام. شنو معنى الوقفة الولائية عند الزيارة؟ هي 4 أمور. الأمر الأول هو الفهم والوعي لمعاني الزيارة، ألفاظ الزيارة. الثاني التفاعل العاطفي والروحي والوجداني مع الزيارة. قد يكون كثير منا يقرأ ألفاظ وهو غافل بقلبه وروحه ووجدانه وعاطفته عن معاني الزيارة، لا يتفاعل معها. معرفة ووعي، تفاعل، ثم ولاء صادق وبراءة حقيقية. رابعا الوصول إلى مقام الإتيان بمنهج الإمام الحسين عليه السلام، وأن يكون الإمام سلام الله قدوة، نسير بسيرته، نسلك سلوكه، نتخلق بأخلاقه، نقف مواقفه التي وقفها للحفاظ على نهج الإسلام. هذه الوقفة الحقيقية. نأتي الآن إخواني 5 مقامات عند الزيارة لابد أن نلتفت إليها ونتوقف عندها، وسأذكر هذه المقاطع في زيارة 40 وهي موجودة. تفتوا إخوان، هذه المقامات موجودة في بقية الزيارات، لكن نحن في زيارة 40 نذكر هذه المقامات في زيارة 40. المقام الأول هو مقام معرفة الإمام. الثاني هو مقام المحبة والاعتراف بالمقام والمنزلة للإمام. الثالث مقام الولاء والبراءة. الرابع مقام الاتباع والتسليم. الخامس مقام النصرة والتضحية.